الكتاب 252، المقالة 2، دير العذراء مريم وعرش الملك سينكيريم هوفانيس ودير فارجافانك بقلم أراسوفاليان. موضوع هذه المقالة صور تم إلحاقها في المقالة الأولى، وهي صورة دير العذراء مريم في أربكير. وهذا الدير كان جوهرة أربكير، والصورة الثانية هي صورة عرش الملك الأرمني سينكريم هوفانيس من فاسبوراغان، تجمع بين الرهبان الأرمن وهم ليسوا رهبان عاديون بل مطارنة بدليل اللباس، والأطفال يقفون إلى جانب عرش الملك سينكريم هوفانيس من فاسبوراغان ويحملون بأيديهم الأناجيل. والصورة أخذت في دير فارجافانك عام 1880، وهي محفوظة في مكتبة الكونغرس. والصورة غير واضحة لأنها قديمة جدا وتعرضت لعوامل الرطوبة وتلاشت ألوانها، وتعود للزمن الذي استطاع فيه الأرمن إدخال التصوير إلى السلطنة العثمانية والعمل به كمهنة. ولابد أن صاحب الصورة مصور أرمني، ولا نعرف إن رافقت هذه المسألة صعوبات تتعلق بالتصوير وتحريمه، وبالتالي فإن إنجاز هذه الصورة والاحتفاظ بها لتصل إلى مكتبة الكونغرس هو عمل بطولي بحد ذاته. أما الصور الباقية فهي لدير فارجافانك، الدير والعرش اليوم هما في رعاية الله. الدير صار بقايا دير والعرش في المجهول. ودعت سهول أرراد الحكم الأرمني في العام 1070، وخضعت للسلاجقة والمغول، ثم خضعت لعائلة قرى قوينلو وصارت عثمانية. أما دير فارجافانك فلقد عاصر الأب خريميان في أواخر عهد الأرمن به، ثم عاصر الأهوال وسأمت منه دون أن يسأم منها لا هو ولا أصحابه لغاية اليوم. فكتب الاختصاصيون في سيرته المجلدات. تعرض دير فارجافانك للنهب والسلب والحرق، إلى أن تداعت أجزاؤه بالزلزال في العام 2011 ولم يسقط، وتعرض إلى تفكيك حجارته الضخمة وسرقتها لبناء زرائب وبيوت للأكراد، فلم يعد الدير دير بل تحول إلى بقايا دير. أما كنيسة
السيدة العذراء في أرابكير، وكانت تتسع 3000 زائر، والتي تم سلبها وغزوها ثم إحراقها مرة تلو الأخرى، والذي لا يعرف مدى هذه المصائب فإن عملية السلب تطال التبرعات والنذور، وكافة النذور تكون في العادة ذهبية وتتجمع على وأمام الأيقونات المقدسة في الكنيسة والمزار، وتلك توازي ثروة وقد نهبت كلها، والباقي هو نهب فرش وعفش وسجادات وفرشات وأدوات مطبخ وطعام والوسائد والفرشات كلها من النذور ومن الصوف تكفي لاستقبال 3000 زائر، بالإضافة إلى الذخائر الكنسية من كؤوس القربان والشمعدانات والمباخر والأناجيل المخطوطة التي لا تقدر بثمن. في العام 1950 قررت بلدية أرابكير هدم الكاتدرائية، فواجه العمال صعوبة بالغة في عملية الهدم بسبب كبر حجمها وضخامة حجارتها. وفي 18 سبتمبر 1957 تم تفجير الكاتدرائية بالديناميت، وتم القضاء على هذه الكاتدرائية التي تذكر أصحابها الجدد بما لا يحبون تذكره. في وقت لاحق بيعت الأرض والتي كانت فيها الكاتدرائية إلى فلاح كردي اسمه حسين مقابل 28,005 ليرة. لا نعرف كيف استطاع الحصول عليها، لابد أنه سرقها من الأرمن. أما اليوم فالمساحة التي كانت تشغلها الكاتدرائية فهي جبل من الأنقاض، أما عرش الملك الأرمني سينكريم هوفانيس من فاسبوراغان فيبدو أنه قد ذهب مع الريح، ونتمنى لو أنه سرق وبيع لإحدى المتاحف في دول الغرب فهذا أفضل من أن يسرقه كردي ويجعل منه حطب ليوقده. أرسو فاليان كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 18/6/2023.